سنكون مع الدكتور ممدوح العكر، هو حقوقي ومطلع على قضية أزمة إضراب المعلمين. إلى أين ستتجه الأمور؟ وأيضا توصيف للحالة التي نعيشها اليوم، هل من الممكن الخروج من هذه الأزمة؟ ما رأيه أيضا بوضع التصريحات التي قالها الدكتور شتية بهذا الخصوص؟ ينضم لنا إذن الدكتور ممدوح العكر الحقوقي. الدكتور، صباح الخير يا دكتور. صباح النور. تحياتي لك دكتور وأهلا بك معنا دكتور. نعم، إذا ممكن تسمعنا من الهاتف أغلبك. هاتف أرضي بديك؟ لا لا، بس توطي الراديو عندك أغلبك عشان الصدى. اليوم هل من الممكن الخروج من هذه؟ نعم دكتور ممدوح، إذا نتحدث عن أزمة متواصلة، تصريحات الحكومة اليوم، إحنا بنحكي عن 60 يوم طبعا، تصريحات الدكتور شتية بالأمس دعا فيها المعلمين إلى المدارس وقال إنه الحكومة عملت اللي عليها بما معناه والتزمت بالاتفاقيات وخاصة ببند ال 15%، خمسة رح تصرفها هذا الشهر والعشرة رح تحطهم في القسيمة إلى أن يشاء الله وتتلحلح أمور الأزمة المالية. المعلمون قالوا بأنه مطالبهم واضحة، يريدون تنفيذ المطالب التي يعني أبرزها موجودة في المبادرة اللي تم توقيعها العام الماضي مع الحكومة. أنت مطلع على ما يجري دكتور، فكيف تعلق بالبداية؟ هي الحقيقة أهم شيء يعني في كل هاي الأزمة والكارثية بكل معنى الكلمة، هو يعني يوميا تفعل وممارسة الحكومة تؤدي إلى فقدان متزايد يوما بعد يوم الثقة في كل الوعود اللي تعدها يعني، وهذا أدى إلى التفاقم، وحتى المطالب يعني اللي بيطالبوا فيها المعلمين صار في تصعيد فيها بسبب عدم ثقتهم بالوعود، فصار واضح إنه هم الآن ما بدهم وعود، بدهم إشي ملموس، لأنه المبادرة وقعت من الحكومة ومن المعلمين ومن كل الوسطاء والضامنين لهذه المبادرة من شهر 5 السنة اللي فاتت. يعني تصوري سوء الإدارة مثلا، المفروض كونه أجل موعد تنفيذ الاتفاقية هاي شفتوا أنتوا أنه مش هتقدروا توفوا فيها، أنه الوضع المالي كذا، بس تبقى الأمور بجيب المعلمين بقول لهم وضعنا كذا، يعني مجرد أنه خلاص معناش ما في سيولة لما يصير في سيولة، وبدت تتدحرج يعني العملية والاقتراحات المتعددة. الآن الموضوع يعني واقف زي ما حكى، سمعت أنا الأستاذ عمر عساف إنه في 15% صار في إقرار فيها، وإنها ستضاف لقسيمة الراتب، بس هي تضاف كمان لازم يكون واضح إنه تضاف لعلاوة طبيعة العمل، مش إنه تضاف بند قائم بذاته يعني بدون ربطه بطبيعة العمل. هلا تقسيطها ما عندهم مش مانع المعلمين إنه 5% فورا من ال 15%، والعشرة الثانية تقسط قسطين ثلاثة شيء، بس بدها سقف زمني إنه 5% ولا 3% بعد شهرين وبعد شهرين آخرين كمان ثلاثة، يعني المهم سقف زمني. مش قادرين يرتبط الحكومة، مش قادرة تطمنهم إنه يعني هذا الشيء ممكن تحديد متى سيتم الإيفاء فيها. فالمعلمين ما عندهم مش مانع التقسيط، لكن أنا في رأيي في عناد من الحكومة، لأنه كونهم أنهم لا يريدوا يعني تحديد زمن معين، وأنه إلى ما شاء الله عندما تتوفر السيولة، وهي مطاطة، لأنه وعود سابقة يعني حتى مطالب فئات مجتمعية أخرى، لما يكون ما في سقف زمني بضل في تشكك، خاصة أنه في تجارب سابقة يعني تجارب سابقة. فبالتالي من حقهم أنهم يطلبوا شيء محدد. وبعدين يعني زي ما قال قبل شوي الأستاذ عمر عسى، أنه العشرة في المية هاي يعني مش شيء ملايين الملايين، شيء ممكن مهدور عليه بقيم يعني ميزانية الوزارة الفلانية مثلا،
يعني انا يعني لدي يعني ما بتردد اقول شويه من ميزانيه الامن، شويه من ميزانيه مكتب الرئيس، شويه من ميزانيه السفراء، شوي يعني في اشياء يعني مش حيصير كارثه فيها زمان 2 ولا 5% ولا وات ايفر. يعني تناقل الايتيمز من وزاره لوزاره او من مركز مالي لمركز اخر ممكن. وانا الحقيقه يعني بدي اقول بصراحه انا بعتب على الرئيس. يعني وين صوت الرئيس في هذا هل الموضوع؟ هل برايك تدخل الرئيس اليوم ما بات ضروره؟ يعني قصوة. في كثير مطالبات قصوة. نعم تفضل. ضروره قصوى، يعني واضح الحكومه معنده وتراوغ لانه اللغه اللي بيتحدث فيها الدكتور شتيه فيها مراوغه. وبعدين اين موقف وزير التربيه والتعليم؟ المفروض هو المدافع عن المعلمين. يعني فالموضوع يعني انا يعني من سخريات القدر الحقيقه، بعرفش اذا شفتي قبل يومين قعدت نشر رساله كتبتها في ايام الاضراب 2016 للمعلمين. نعم. وجهت وقتها رساله مفتوحه للرئيس وطلبت منه يتدخل، وتدخل ايجابيا خلال 48 48 ساعه ومشي الموضوع. يعني المعلمين مش متزمتين او يعني انتحاريين، في يعني في شيء اساسي انه هم خلص فقدوا الثقه بهي الحكومه بوعدتهم ولم توفي بالوعد ابدا. نعم. اذا انت تقول انه يعني بما معناه اليوم الحكومه لا يجب ان يتوقف الموضوع عندها، يجب ان تتدخل جهات اخرى في القياده من ضمنها الرئيس لحل أولها هذه الرئيس. اولها الرئيس ضروري اليوم ان يتدخل لحل هذه الازمه، لانه صراحه في كل اسبوع الحكومه تكرر ما تقوله في الاسبوع الماضي، يعني الاسبوع وراء الاسبوع وتكرار لنفس التصريحات يعني فيما يتعلق بالقضيه. وهذا بيخلي يعني تزداد عدم ثقه مش بس المعلمين، يعني عدم ثقة المجتمع بما تعد الحكومة. وبعدين يعني كان في مبادرة كمان أنا بحب أذكرها. تفضل. من ائتلاف أمان بعثوا كتاب كتير رائع لسيادة الرئيس إنه في هيك أزمة خلي الحكومة أو بأمر من سيادة الرئيس لأنه هو المسؤول عن صندوق الاستثمار اقتطاع مبلغ معين اللي تقدر الحكومة من خلاله توفي بتخصيص 10%، وهذا على شكل قرض لثلاث سنين اقترحوه. يعني وهذا والصندوق الاستثمار هذا عبارة عن مؤسسة سيادية، صندوق سيادي. نعم. للشعب الفلسطيني إذا ما استعملناه في ظرف حالك زي هلأ، ولقطاع التعليم يعني هو عمليا استثمار في التعليم. يعني أنا بعرف أنه صندوق صحيح. الاستثمار بيستثمر في مؤسسات خاصة، يعني في الصحة مثلا، في مستشفيات خاصة، من باب أولى أستثمر في التعليم اللي هو أولوية الأولويات لمجتمعنا. ويعني أنا زي ما حكيت أنا عتبي على الرئيس أنه يرى ويسمع أنه قطاع التعليم منظومة التعليم هي ماشية في طريق الانهيار. كارثي الوضع، الوضع كارثي كارثي. هل يجوز هذا؟ يعني خليني أحكي بس عن مبادرة ائتلاف أمان اللي ذكرتها لمن لا يعرفها، هي من خلال تخصيص مبلغ من أرباح صندوق الاستثمار الفلسطيني لمعالجة أزمة التعليم والمعلمين دون التأثير على الخزينة العامة لتحقيق العدالة والإنصاف للمعلمين. يعني هذه رسالة وجهوها للرئيس لكن لم يتلقوا أي رد. ما في صمت عليها. قولوا إيش وجهة نظركم، قولوا إيش الخلل فيها، إيش ليش مش مستعدين. يعني بس في صمت. يعني بما معناه دكتور لو بدنا نلاقي حلول منلاقي. انا يعني اذا يعني صندوق الاستثمار انا لقيتها يعني انضج اقتراح لانه ما في اقتطاعات من ميزانيه الامن ولا ميزانيه مكتب الرئيس ولا ميزانيه السفراء ولا ميزانيه يعني اي وزاره او مركز مالي في الموازنه. هي وإذا ما استعمل الصندوق في اليوم الأسود اللي احنا فيه ليش موجود؟ صحيح. ليش موجود؟ طيب دكتور برأيك لماذا ترفض الحكومة أو لا تتجاوب، يعني أقول مع أي مبادرات تقدم لها؟ يعني ما سبب كما ذكرت الوصف الذي ذكرته حضرتك تعنت الحكومة عنادها أو مراوغتها في هذه القضية؟ في موقف للأسف وهذا جزء
من النزعة الاستبدادية اللي أحيانا يعني موجودة في عندنا في السلطة. عناد يعني ساعة بيقولوا أجندة أجنبية، ساعة بيقولوا في قوة مش عارف إيش، وهذا وهي النغمة عبارة عن أسطوانة مشروخة يعني، وبنسمعها كل يعني للأسف يعني خليني أقول كل الأنظمة الاستبدادية. امبارح تسمع إنه حبسوا صحفي في بلد عربي قال لأنه الراديو والإذاعة اللي هو بيذيع فيها تتلقى أموال من الخارج، وعلما وحكبوه 5 سنين، وعلما إنه الفلوس هاي بنته بتبعت له إياها من الخارج تشتغل بتبعت له بنته. فيعني النزعة القمعية الاستبدادية هاي لا نستحقها إحنا من سلطتنا ومن حكومتنا. يعني في هناك موقع يعني كمان بضيف أكثر أوضح، في نوع من إدارة الظهر للمجتمع المدني. المجتمع المدني شريك أصيل، يعني البلد أي بلد بتقوم على المجتمع المدني والقطاع المدني والقطاع الأهلي القطاع العام والسلطة التنفيذية، في توازن بين الثلاث قطاعات هاي. فبالتالي يعني ليش هذا الاحتقار؟ هو نوع من الاحتقار والاستسخاف بدور المجتمع المدني، يعني علما انها اللي قام بالمبادرة لإنهاء اضراب المعلمين بشهر 5 السنة اللي فاتت عبارة عن جزء من القطاع المدني المجتمع المدني. صحيح، يعني أغلبيتها من المجتمع المدني هذه المبادرة اللي لم يتم تنفيذ بنودها. المفروض هم يستنجدوا بالمجتمع المدني، هم الحكومة تستنجد بالمجتمع المدني لأنه المجتمع المدني شريك أصيل فيما يجري في البلد، خاصة في بلد تحت احتلال وبالظروف. يعني إحنا نواجه حرب من إسرائيل علينا، حرب معلنة مش إنه والله مستترة، معلنة يوميا شو ناويين يعملوا. يعني لحظة يعني المفارقة مؤلمة جدا، يعني أنا للأسف دولها الحرس الوطني الميليشيا اللي بدهم يعملوها لبن كفير دبروا بسرعة لأنه هذا بدهم إياها شغلة أرجنت، إنها أخذوا من ميزانية وزارات أخرى. صحيح، من وزارات أخرى. نحن عم نقول الوزارات اللي تستطيع اللي أصلا ما في منطق فيها، بأي منطق بلد تحت احتلال إسرائيلي تخصص للأمن بين 25 و30 وأحيانا 33% من الموازنة، بأي منطق بأي حق، وخاصة 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 إنه في تنسيق أمني، وخاصة إنه ماذا يفعل، ما هي العقيدة الأمنية اللي موجودة، وإيش بيعملوا الأمن غير الدور اللي إحنا نلمسه إيجابيا من الشرطة. يعني الواحد يعني للأسف إنه يعني بده ينفجر غضبا وألما، يعني مش بس هذا، إنه خلي يعني فكرة المشاركة في الرأي والقضايا الحساسة، يعني بعد يعني 60 يوم المعلمين مضربين وفي تمترس من الحكومة، وأنا بقول يعني بكرر للمرة الثالثة عتبي على الرئيس إنه وين دور الرئيس في هذا الموضوع. هذا المؤلم دكتور ممدوح، 60 يوم ونفس التكرار لنفس التصريحات. هل برأيك ليس لدينا إدراك؟ يعني جميع الجهات، أنا أقول هنا حكومة وغيرها، طبعا الحكومة هي المسؤولة عن الوضع، دائما هي توجه لها هذه الرسائل، ليس هناك إدراك لخطورة ما يجري، لكارثية ما يجري لجيل كامل اليوم. يعني هذه النتائج رح نلمسها إحنا بعد سنوات مش اليوم. فيش إدراك، يعني فيش اهتمام لهذه الدرجة كما ذكرت، هذا العناد موجود. هذا دليل انه خلينا اقول بصير تسال واحد شو اجنده هاي الحكومه، اذا كان هذا الموضوع مش معطيته اولويه الاولويات، المفروض كل يوم تجتمع وتجيب المحاورين الممثلين عن المعلمين والانكى من ذلك انه انتم عارفين انه مطلب اساسي للمعلمين ديمقراطيه الاتحاد، والاتحاد لا يمثلهم. نعم. وكل الناس عارفة إنه الاتحاد عبارة عن لا تأتي على ذكر هذا البند الحكومة أبدا، يعني ومش بس لا تأتي، بيجي لما عملوا الاتفاقية قبل شهر ولا شيء جابوا ممثل الاتحاد. طب أنت عارف إن هدول لا شيء بالنسبة للمعلمين، إذا بدكيش تجيب ممثل عن المضربين ما تستفزهم، مش تجيب تحط فلان
والاعلان على في المؤتمر الصحفي تبعك، استفزاز. طب انت مطلع الدكتور، انت يعني اكيد لك مشاورات معهم ومع يعني اطراف كثيره في الحكومه وغيرها، في اقاويل يعني خلينا نحكي بصراحه، في اقاويل يعني تنتشر هنا وهناك بانه والله اذا اعطينا المعلمين هيك نصفي لازم نعطي كل موظفين الحكومه هذه العلاوات، او في وزارات راح تطالب بهذا الامر، وشفنا قبل يومين ثلاثه طلعوا موظفين الماليه بيطالبوا بعلاوات، يعني هل هذا الحديث حقيقي وموجود؟ هي حجه لكن قد تكون يعني في منه يعني في صواب فيها، لكن لذلك المفروض الحوار مع المجتمع، الحوار مع المعلمين، مع الأطباء، مع المهندسين، مع الموظفين، حوار عقلاني من اللي هو كمان بيجي موضوع الشفافية هون. لو في شفافية ومعروفة وين النفقة وين يصرفوا، المحاورين اللي من المجتمع المدني من الفئات اللي عمالها بتطالب بحقوق تتفهم. اما في صمت كامل، في الشفافيه وين تصرف الفلوس، وين في بعزة او وين في تقشف، يعني احيانا بعزة حيث لا يجوز البعزة، او في تقشف اللي زي موضوع التعليم والصحه، هذول توب برايورتيز، اولويات راس القائمه. يعني الحكومه لازم انها تعمل بما فهمت من حضرتك انه يكون في هناك اولويات لديها، في عندنا قطاعات في الحكومه اولى من قطاعات اخرى اليوم. يعني اعلنوا امبارح ميزانيه الطوارئ. نعم. يعني مفارقه، بدل ما يكون انه في ميزانية الطوارئ هاي في أولوية للتعليم والصحة، وهلا التعليم بالذات لأنه في وضع كارثي بسبب الإضراب. أنت مش يعني لما تنصف المعلمين مش بس تنصفهم كمعلمين يستحقوا ذلك، تنقذ منظومة التعليم كلها زي ما تفضلتي لأجيال القادمة. ما فيش شفافية، يعني صرنا بنطالب بالمجتمع المدني في قانون وقع بس ما نشر، ما تم انفاذه، وموجود في درج يعني رئيس الوزراء، حق الوصول للمعلومات. صحيح. حق الوصول للمعلومات، يعني حق اساسي هذا، حق الوصول للمعلومات، انه لا بدناش، معناته في شيء مخبى، يعني لما انا برفض اني افصح ويكون عندي شفافيه كامله في الموازنات وين بتروح النفقات وكيف تيجي الواردات، ما في شفافيه. طيب يعني بس كلمة أخيرة، تفضل يعني إنه كل هاي الأمور لو في كوميونيكيشن، تواصل باتجاهين مش بس فرض من فوق لتحت، تفاعل مع المجتمع، مع القوى الحية في المجتمع، الناس عقلانية، الناس يعني عقلانية يبدو أكثر من الحكومة، الناس تفهم إنه في ظرف والإسرائيليين عم بيحاصرونا ماليا وعسكريا وأمنيا وفي لقمة عيشنا وفي تحركنا، ناس مستعدة تصبر وتشد على حالها، بس لما تشوف في إسراف في إنفاق في جانب وتقتير في جانب آخر هو أساس كل شيء، التعليم والصحة. أشكرك دكتور ممدوح العكر على هذا النقاش الهام بخصوص أزمة إضراب المعلمين الحقوقي. الدكتور ممدوح العكر، تحياتي لك وشكرا جزيلا.